أنا من القدس، أنا أشهد وأنا أعرف العرب، العرب طيبون جدا. لم توجد مشكلة قبل بدء الحركة الصهيونية. جدتي قالت لي قبل بدء الحركة الصهيونية كانوا يجالسون أطفال بعضهم البعض. كانوا يقترضون من بعضهم كالإخوة. فكرة الصهيونية بأخذ الأراضي من الفلسطينيين من العرب بدأت كل القتال. المشكلة ليست العرب، المشكلة ليست اليهود، ليست اليهودية، ليست الإسلام، فقط الصهيونية. Partager. Mushareka. Share.